حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنكتب العقد. اول حاجه التاريخ، لازم اارخ العقد. واارخه امتى؟ اارخه في مجلس العقد وهو بيتكتب، بمعنى ان انا ما ينفعش اخلص العقد ووقع الطرفين قبل ما كتبت التاريخ، او اقول اكتب التاريخ بعدين ما يهمش. لا يهم، لا يهم، وخطر جدا. ليه؟ لان انا بحمي نفسي لو كنت بشتري من بائع سيء النيه، ممكن اجي لو انا رافع دعوه صحه توقيع مثلا على العقد دوت، او بسجله او الى اخره، او حد جه طعن في العقد دوت، ممكن البائع يجي يقول لي اه توقيع توقيعي، لكن انا بطعن في صلب العقد. العقد ده اتضاف عليه اشياء انا ما كنتش موجوده بتتكتب، او انا وقعته واتضاف عليها بعد التوقيع، منها التاريخ. كمان لو نفترض ان انا مثلا بشتري من بائع سيء النيه وباع لاكتر من شخص تاني، انا التاريخ ده بيثبت لي ان انا شاري امتى، شاري قبلهم، شاري بعدهم. لكن هم لو جم طعنوا في العقد اللي انا شاري بيه ولقوا ان التاريخ مكتوب بعد التوقيع، يبقى انا كده سيء النيه، او انا كده في حاجه غلط في العقد، ممكن هم يعني يبقى ناتج عليهم اثار هم يستفيدوا بيها اكتر مني. ده اول. ثانيا، انا لازم اكون كاتب مثلا لو بشتري شقه او محل ان انا ليا حصه في الارض. ليه لازم اكتب ان انا ليا حصه في الارض؟ ولا افترض انك اشتريت شقه وكاتب ان انا شاري الشقه بس مش كاتب ان انا شاري حصه في الارض، خلاص البيت ده لو وقع انا كده كنت شاري حيطان بس، ماليش حاجه في البيت. لكن انا لو كاتب ان انا ليا حصه توازي الشقه دي في الارض، يبقى الارض دي اتهدت، اتبنى 100 حاجه عليها، انا برضو ليا نفس الحصه ديت بتاعتي وحقي دايما محفوظ. تالت حاجه التمن. ما ينفعش وانا بكتب عقد اكتب ان هو خالص التمن، لا انا مش بشتري حاجه من سوبر ماركت، انا بكتب عقد. بكتب عقد يبقى اكتب ان العقد دوت كان مصير تمن كذا، التمن ده سدد كاملا في مجلس العقد. يعني انا اكتب انا اشتريت مثلا سي شقه مبلغ 100,000، وسدد المبلغ كامل في مجلس العقد، يعني اتدفع المبلغ كله وانا قاعد قبل ما يتكتب العقد، لكن ما اكتبش انه خالص التمن. طب انا مثلا لو بشتري مثلا اقساط، بشتري حاجه قسط، اكتب ان انا في مثلا قسط كذا 1 2 3 4 هيدفعوا على شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا، اكتب كل حاجه بالتفصيل عشان ما اسيبش حاجه للظروف. طيب انا قبل ما اشتري اصلا الشقه دي او البيت ده او كده، انا اعرف اول حاجه يا اما اخد ايصالات الكهرباء والغاز والميه اخر ايصالات اتدفعت، يا اما انا اروح لغايه الشركه واسال على البيت ده او الشقه الفلانيه، يا جماعه انا هشتريها وعايز اعرف عليها مديونات ايه، جايز يكون عليها مديونيه متجدوله، جايز يكون في مثلا شهور طويله جدا ما دفعتش، عشان ما يجيش حد يطالبني بيها وانا كنت خلاص اشتريت من البائع والبائع خلاص اتكل على الله، هجيبه منين تاني؟ يبقى انا لازم اكون مامن نفسي باخر ايصالات تكون معايا على الاقل، او انا سائل في الشركه ان لغايه الشهر اللي فات كل الايصالات متسدده. طيب تسلسل الملكيه. تسلسل الملكيه ده حاجه خطيره جدا جدا، لازم اخد بالي منها وانا بكتب العقد. يعني انا مثلا بشتري شقه من فلان الفلاني، او بشتري بيت من الفلان الفلاني، طب البيت دوت تاريخه ايه؟ يعني الفلان اللي بيبيع لي دوت صاحب البيت ولا كان وريث ولا كان شاريه من حد؟ طيب اكتب كل الكلام دوت في بند منفصل في العقد، اقول ان آلة الملكيه للطرف الاول البائع عن طريق مثلا الشراء من فلان، او عن طريق الميراث من المرحوم فلان. ده هيفيدني كتير جدا في العقد، خصوصا لو كنت ناوي اسجل العقد في الشهر العقاري، لان الشهر العقاري طبعا احنا عارفين اجراءات تسجيل العقد ليها موال نتكلم فيه في فيديو منفصل عشان خاطر ما نخرجش بره الموضوع. لكن من اهم الحاجات ديت ان يكون في تسلسل ملكيه. طب انا هعرف ان انا وانا موجود والبائع قدامي هعرف. طيب لو مثلا اللي اشتريت منه كان عامل صحه توقيع، تمام، لو كان في اي حاجه تثبت شراءه، بكتب مثلا طبعا ان تاريخ العقد اللي هو اشترى بيه، لو ما كانش وارث اشترى بيه كان امتى. طب لو كان وارث بس كان ورثه كتير، لازم يكون في اول حاجه اعلام ورثه، عشان لما اشتري حاجه من وريث ما يجيش بعد كده احد الورثه ينازعني فيها. لازم يكون في اعلام ورثه معايا عارف مين الورثه، ولازم يكون في عقد بين الورثه نفسهم ان هم وزعوا التركه ازاي. طبعا احنا مش هنتكلم برضو في تفاصيل كتيره في الحته دي بالذات عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم، لكن المهم ان انا اكتب تسلسل الملكيه ان قالت عليه عن طريق ايه، لو في صحه توقيع اكتب عن طريق مثلا الدعوه رقم كذا اتحكم فيها في تاريخ كذا من مثلا صحه توقيع منطق كذا، ودي حاجه لازم نركز فيها. طيب احنا كده اتكلمنا على تاريخ، اتكلمنا على الثمن، اتكلمنا على تسلسل الملكيه، اتكلمنا ان انا يكون ليا حصه في الارض، كان ان انا لازم اخد فواتيري اللي اتسددت. في بقى حاجه مهمه جدا لازم نركز فيها قوي، ايه هي؟ وليكن انا بشتري شقه، الشقه دي انا بشتريها مثلا من فلان، فلان ده ممكن يكون في خلافات بينه وبين زوجته،
فعملت محضر تمكين المسكن الزوجية، أو ممكن يكون مطلق وطليقته حاضنة وعملت محضر تمكين مسكن حضانة، وصدر لها قرار من المحامي العام بالتمكين من الشقة دي. أنا ساعتها كده اشتريت الترماي زي ما بيقول. يبقى أنا لازم أسأل عن الشقة اللي أنا هشتريها، هل صدر عليها قرار تمكين أو لأ؟ لأن لو صدر عليها قرار تمكين أنا ما ينفعش أشتريها، لأن هي هتتمكن من الشقة حتى لو كنت اشتريتها من جوزها أو من طليقها. لازم أخد بالي إن لحد يوم شرائي للشقة مفيش قرار تمكين صدر لها، وده برضو اللي بيأكده إن أنا لازم أكون كاتب التاريخ ساعة كتابة العقد. طيب نيجي لحاجة مهمة برضو في العقد، يعني لازم أنا أكون عارفها، إن مش معنى إن أنا عملت صحة توقيع، لأن إحنا عارفين إن العقد حاجة من ثلاثة، يا هنكتبه كده عرفي بينا وبيتمضي عليه وبنخليه معانا، يا إما نعمله صحة توقيع، يا إما نعمله تسجيل. هنعمله تسجيل ده إجراءات كتير وليها شرح منفصل زي ما أنا قلت، لكن لو عملنا صحة توقيع عليه، صحة التوقيع مش معناها إن العقد اتسجل، ومش كل العقود ينفع تتسجل على فكرة، لكن كل العقود ينفع يتعمل لها صحة توقيع، لأن صحة التوقيع دي ممكن أعملها على أي ورقة طالما فيها توقيع أي حد، سواء ورقة دي كانت عقد، سواء كان اتفاق، أي حاجة. لكن التسجيل ليه شروط تانية خاصة. طب كده هتقولي طب إيه فايدة بقى صحة التوقيع طالما هي متعتبرش تسجيل؟ لأ، لها فايدة إن أنا بثبت فيها التاريخ، بثبت فيها توقيع الطرفين. لها فايدة كويس جدا جدا جدا، بثبت بيها حقي، بثبت إن الشخص ده باع لي في التوقيت ده. والتوقيت ده خطير زي ما قلنا في حاجات كتير قوي، اهمها لو كان بيع لاكتر من حد. طيب صحه التوقيت دي ممكن تتعمل برضو على فكره على عقد ايجار، مش شرط يكون عقد بيع، بس العقد ايجار لازم يكون معدي 9 سنين. اقل من 9 سنين بنعمل اثبات تاريخ في الشهر العقاري. وبرضو صحه التوقيع ممكن تتعمل من البائع زي ما بتتعمل دايما من المشتري. البائع برضو ينفع نعمل صحه التوقيع لانه بيضمن حقه، هو بيضمن حقه وانا بضمن حقي. فأتمنى أن أكون فدتكم، والحاجات دي إن شاء الله نركز فيها عند كتابة العقود.